هو ماذا عمل؟ هو أراد أن يأخذ منهم يعني العينة لأجل فحص الكورونا قبل ما يدخلوا، لأنه هو كان على وشك أن يبدأ عملية واسعة النطاق تصل لكييف، ما تصل بس إلى أربع أقاليم فقط، كان على وشك اجتياح كل أوكرانيا. وبالتالي كان الغرب على استعداد إذا كان أي من الزعامات الغربية مصاب، لأنه بيستطيع السلاح ذي يفرق بين واحد والآخر، أن يأتوا إليه ويعانقوه. وبالتالي قد لا يحتمل الكورونا، وقد تكون الكورونا حملت على هؤلاء الشخصيات ليسلموها إليه. وبالتالي هو كان يطلب فقط مطلب واحد، نأخذ الخزعة أو ما تسمى العينة، إذا أنتم أبرياء من الكورونا بجلس جنبكم، إذا غير هيك مستحيل. فرفضوا، عندما رفضوا أدرك أن في الأمر خدعة، فأبقاهم على الطرف الآخر من الطاولة البيضاوية في الكرملين. هذه قضية مفضوحة تماما ومكشوفة تماما، ولا يستطيعون هم الآن أن يقولوا اللي جالس على بعد 12 متر واللي يعني أثناء المحادثات يلاحظ الكانسر. الكانسر هو أصلا هو قاتل خفي ويقتل صاحبه دون أن يعلم به أحد إلا بعد تحليلات عميقة جدا، وهذا الشيء ما حصلش أبدا. والغربيين سوف يموتوا، هؤلاء يعني جو بايدن يعني ما هو عليه حال زهايمر، والرئيس الألماني وهكذا هم سوف يموتوا، وهو يعني والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم بذلك. لكن إن بقي حيا هو شوكة في حلقهم، وإن مات هو شوكة أشد في حلقهم. لكننا هذا الكلام لا يعبر عن أننا ننحاز لبوتين على الإطلاق، فلن ننسى له، لن نغفر له حرقه للشعب السوري الشقيق، لن نقبل ذلك أبدا. فهذه جرائم في رقبته أيضا، وهذه دماء زكية وطاهرة في رقبته، وهو يتحملها مع بشار شاء أم أبى. وبالتالي نحن لا يمكن أن ننحاز إلى هذا الجانب أو هذا الجانب فنصبح يعني مجرد متفرجين منحازين وعبيد صاغرين، لا والله، ما هذا سيكون ولن نقبل أن نكون.